ومن يقدر؟ من أصبح بلا أم؟ ومن يقدر أيضاً؟ من صار بلا طفل؟ فغزة بعد 7 أكتوبر يعيش المرء فيها إما يتيماً أو مكلوماً. أكل الرصاص الإسرائيلي أجسادهم النحيلة، هذا مآل كل طفل عديم الحظ، والمحظوظ منهم لن ينجو من رصاصة الجوع. مثل هذا الرضيع وغيره كثر لم تنتظره إسرائيل حتى يكبر، ها هي المجاعة تتغذى عليه وتأكل عظامه. في دقائق حولت إسرائيل طوابير الطحين عند دوار النابلسي إلى طوابير الموت، تكدست الجثث بدل السلع، والناجون ممن شق عليهم الحصول على لقمة أراحوا معدتهم بأوراق الشجر. هذا حال الغزيين مع الأرض، وحالهم كذلك مع السماء، فهي الأخرى كأنها ضدهم، إن لم تمطر قنابل أمطرت فأغرقتهم، وإن جادت عليهم السماء بمساعدات قتلتهم لم تغثهم. عام من الحرب، من الجوع، من الخوف، فيه ذاب صمود الأمهات، وفيه طحنت عظام الأطفال، فيه فقد الطفل في غزة ألعابه ومعها ساقه أو ذراعه. أما الرجال هنا فيشيخون بسرعة، ويشيخ أكثر من فقد روح الروح. فالشيخوخة في غزة هي الجنازة الوحيدة التي يمشي فيها الفقيد على قدميه، يشيعون ذويهم وغزة أيضاً، فالمدينة تقلصت مساحتها وكذا سكانها، ولم يبقى فيها إلا أطفالها، أطفال لم يعد لهم بيت يعود إليه إلا ليبحثوا عما بقي من رائحة أمهاتهم.